سمعتوا هذه كروسيتيزم قرمشين والبنه ما نحكي لكمش. وشوفوا هذاك الفخوماج كيفاش داب بعد ما طابوا. احبائي حبيباتي، السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناتكم كويزين نوميديا مع وصفه جديده لنهار اليوم. الوصفه ديال اليوم ما لازمش تعطيوها. خديت ان مورسو دو فروماج، من الاحسن اختاروا الجودا ولا الموزاريلا. انا في هذه الوصفه راح نستعمل معكم الجودا. بعد ما قطعت الفخوماج بهذه الطريقه، خديت دوكا دي بروشيت انبوع، دي بتي بروشيت هكذا، راني ندخلهم داخل الفخوماج. الا ما لقيتوش دي بتي باطون هكذا، خدوا هذوك لي غون باطون ديال الشوا وقسموهم على زوج. ندير دوكا نوع تاني ملي كروستي تشيز، راني حندير فيهم الداخل الفخوماج مع لي سوسيس. وسا ديبون، تقدروا تلقاو في الاسواق دي سوسيس يكونوا طوال كيما هادوما، كيما تقدروا كذلك تلقاو دي سوسيس صغار. انا لقيت هادوما دي سوسيس الكبار، قسمتهم على زوج. وبخومي ندير في البروشيت ديالي ان دومي سوسيس، او دوزيام درت الفخوماج. نكمل كامل الكميه اللي عندي ونروحوا مع بعض باش نخدموا لاباط، لان حنا نغمسوا فيها هاد لي بروشيت. دون ان ريسيبيون نحط 250 غرام ديال لا فارين. نزيد ملعقه كبيره ديال السكر. نزيد نص مغرفه صغيره ديال الملح. نزيد حبيبه ديال البيض متوسطه الحجم. نبدا نضيف الحليب تدريجيا. هنا عندي 250 مللتر، ربما هذه الكميه ماشي حنستعملها كامل، وانما المهم انني في الاخير لازم تحصل على عجينه القوام ديالها يكون ثقيل. وهذا هو القوام ديال لاباط اللي لازم تتحصلوا عليه. فينالمون هادوك 250 مليليتر ديال الحليب ما درتهمش كامل، قعدوا لي منهم كميه قليله. نفرغ لاباط اللي تحصلت عليها في كاس يكون طويل. ندخل البروشيت داخل لاباط، لازم هذاك الفخوماج يتغطى لي كامل بلاباط، ومن بعد نحطها مباشره في لاشابلور. تانيك لازم كامل تتغطى لي بلاشابلور، ونقعد غير نحرك فيها هكذايا، نرمدها مليح في لاشابلور حتى نحسها كامل تغطات بلاشابلور، ومام طون كي نمسوها على السطح نلقاوها ناشفه. ونعاونوا روحنا تاني كبيدينا باش نسقمو مليح هاديك لاشابلور، ويكون البغوشات ديالنا عندها شكل شباب. وكي درت هاد لي باطوني، الحاجه اللي خدات لي الوقت هي كي كنت نرمد فيهم في لاشابلور، المهم في الاخير عطولهم شكل شباب وتحسوهم ناشفين. وهادو هما النوع الثاني ديال لي كروستي تشيز اللي درتهم بالفخوماج وبلي سوسيس. بعد ما غطستهم في لاباط وزدت رمدتهم في لاشابلور، راني نوري لكم هذه الطريقه اللي حتعاونكم باش تمدوا لهم شكل شباب.
بعد ما كملت شكلت لي باتوني ديال كروستي تشيز، خديت مقلاة حطيت فيها كمية من الزيت. هنا نأكد من الضروري أن النار ديالكم لازم تكون فوق المتوسطة، النار ما لازمش تكون هادية. وكي تشوفوا الزيت ديالكم سخنت، نبدأ نحطوا الآن في الكروستي تشيز ونخلوهم يطيبوا ونقلبوهم من كاع الجوانب باش ياخذوا لون ذهبي شباب، وانا نحبهم يكونوا بيان دوغي، لذلك راني حزيد نخليهم يتحمروا شويه. وبعد ما يكتسبوا اللون اللي تحبوه حطوهم دون زان بابي ابسوربون وخلوهم يتقطروا من الزيت. لي كروستي تشيز ديالكم رافقوه باش حبيتو، تقدروا ترافقوه بالكيتشب بلا موتارد بلا مايونيز. انا هنايا خديت امتي ساك حطيت فيه كميه من الكيتشب ودرت له ثقبه من تحت وراني نزين بهم هكذا بهذا الشكل. هنا راني حزيد ندير لهم شويه ديال لا موتارد ولا لا مايونيز، كيما تانيك تقدروا تخلوهم هكذا وما ديروا لهم حتى حاجه. وهاوديك النوع الاول ديال كروستي تشيز اللي حضرته معكم غير بالفرماج، هاوديك ما بقى لي غير نقسم لكم باش تشوفوه كيفاش جا من الداخل. وهدايا النوع الثاني ديال الكروستي تشيز اللي درتهم بالفرماج وبدي سوسيس. شوفوا الفرماج كيفاش راهو يتجبد، واش نقول لكم جو كروستيونت، جو بزاف بنان، يعني فريمون وصفه تستحق التجربه. إلا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش جيم وخلوا لي تعليق من فضلكم. إلا عجبتكم كذلك هذه الوصفة بارطاجيوها مع أحبابكم وأصدقائكم. تحياتي الخالصة لكم، نقولكم إلى الملتقى في فيديو جديد إن شاء الله.